سعيد اليوم باش نكون حاضر مع هاد الوجوه الرياضيه الفنيه الاعلاميه السياسيه. اذا نوصل واحد المدينه اللي كنكلاها او حي كنكلي كل احترام وكل تقدير اللي هو الحي المحمدي، الحي تبارك الله اللي خرجوا بزاف ديال العلماء ديال الاطباء ديال السياسيين ديال الرياضيين ديال الوجوه اللي عطات تبارك الله الكثير للمجتمع المغربي. وغادي نلعبوا كره ان شاء الله باش نديروا واحد الاجواء اللي هي رياضيه فنيه في نفس الوقت. كنشكر كل الاعلاميين والصحفيين اللي حضروا معنا اليوم وشرفونا باش انه يكون وسيله تواصل بين هذا الشيء اللي كيحصل حاليا وبين الجمهور المغربي الكريم. الله يعطيكم الصحه. الجديد الفن هو عار الله يونو، هذه كلمه اللي كنحس بها مغربيه قحه، قريب ان شاء الله تخرج ان شاء الله قريبا. كنظن واجد الاغنيه صغير ان شاء الله انه بعد لمسات ورا رمضان ان شاء الله تكون للجمهور الكريم ان شاء الله. سي هشام كنعرفوا على انك عندك صوت كذلك يعني في قرابي، وكما كنشوفوا شي حاجه دينيه مثلا في شهر رمضان ان شاء الله، لكن كاين بعض الاعمال الدينيه ضروري لان هذه مناسبه مميزه عندنا اللي هي رمضان، كيكون فيها الاجواء الروحانيه والصوفيه والاعمال اللي هي تبارك الله عندها ذاك الطابع الصوفي الروحي. الله يعطيكم الصحه جميعا.